زايد خديجة، عندي 34 عام وعندي إعاقة حركية وخاصني ندير عملية ديال النخاع الشوكي، ومطلبوهاش ليا هنا، طلبوها ليا في تركيا، ماشي في استطاعة ديالنا أصلا. لا ماشي خطأ، يعني زاديت على مدة عام بيناتهم بحال هكا، وبديت ما حديت نطلخا، ويعني وأنا يعني معاناة ديالي ملي كانت ديام وأنا نتبع في ميريزكو، كنت في فروج وحولوني يعني 28، يعني وفي الاخير شنو المعاناة اللي فقصني ديال الصح، بانهم تيدوزو فيا 16، يعني اللي داز تيدوز فيا 16 انا، يعني طرفت ليا الطبيبة ديالتي 3 ايام في الاسبوع ديال الترويض، والام ديالي سديني، يعني فاش نمشي يعني تنمشي طلبوا لي 3 ايام، انا كنت ندير غير نهار في الاسبوع على حساب 20 درهم في السمانة، تندير نهار يعني نهار قطعتو ماشي في استطاعة ديالنا، 20 درهم في الحصة، والأم ديالي بدات تعيا وكبات، يعني ماشي في استطاعتنا أصلا، يعني طلبو مني تندير الترويض ولكن 20 درهم على الأقل معديش، قطعت الترويض على 27 درهم، أنا أمنيت غير نوقف على رجلاتي ونكون بحالي بحال عباد الله، هادشي اللي بغيت. ما طالب على فلوس حتى شي حاجه، الاقل حاجه بسيطه تنطلب انا في عام 2021، اهم حاجه تنطلب صحيح وصافي، هادشي اللي بغيت، بغيتهم يعاونوني الا كانت في استطاعة يساعدوني، يعني بغيت انا نوقف على رجليا وصافي، يعني هادشي اللي طالب، ما طالب حتى شي حاجه مستحيله، ما باغا حتى شي حاجه، يعني لا فلوس لا حتى شي حاجه، حتى الترويض يعني قطعتو، مبقيتش ندير الترويض، لا قلت لي كتبقى تضحك ومغاتش، يعني لا تغدينا باش نتعشاوش، ولا تعشينا باش نتغداوش، يعني وعدنا غير بيت ماشي في استطاعتنا أصلا، والأم ديالي حتى هي عيات هاد الأيام ودروها الكلاوي، يعني على الأقل كرسي متحرك تناخد وتيقول لي تهلاي فيه، شنيا دي تهلاي فيه، كرسي متحرك قالت العام وقع لي مشكل. فانني خسرت لي الكراسه ديالي وبقيت صيمانه في الدار، عمرني ما شفت الزنقه حتى عطاوه ليا، وعطا ليا قالت الله يفيه، هادي يعني ابسط حاجه الكراسه، يعني قالت الله يفيها، يعني اقل حاجه بسيطه كلشي متحرك، كانت ديرت العام كنت نقرا وفعلا وقع لي مشكل كراسي تهرست ليا، وبقيت في الدار عمرني ما شفت الزنقه شي اسبوع ما خرجتش وما قريتش، حتى دبرت يعني وفاش الناس اللي عطاو ليا اللي صلاي في كرسي متحرك، محقور اعاقه، شي اعاقه في الجيب اصعب حاجه، احسن يعني يكون اعاقه في الجيب وما يكونش في الدات. عندي هاد البنيه وليدي كلشي كتشوفوها وكديرها سمور 34 عام هادو، وانا كنتكركب معاها هوك هوك، دابا رانا عيانه ورانا ما بقيتش قديتها سمو، خفت نمشي نخليها بحال هكا، بغيت نديرها واحد العمليه الا كمل الا صال عليها الله، طلبوها ليا ورده 18 مليون وما عنديش وليدي، وغير كنتكركبوا وحنا كنا في محلنا، دابا ولينا نتلوحوا هوك هوك في الكرا، وداك الشيء راه باقي ما عديتش، دابا النوبه نديها تقرا، النوبه كانت الكروسه خسرت ليها ودارها سمورة سيمانه ودو سيمانه طويه في المحل، تا طبرت علي دابا الا ما ديتها ما نديها انا وربي اللي معاها، الا ما خرجتها ما كاين اللي يخرجها، الا ما زيتها ما كاينش اللي يخرجها، ورا خافت انا نمشي نخليها تلوح بين بنا عباد الله، وما كاينش اللي يتلف فيها ما كاينش اللي يسول عليها، ودابا كنطلب الله تبارك وتعالى المحسنين اللي شافين لا قدروا يعاونوني، واخا ندير لي بعدا غير شي حاجه بعدا ديال العمليه اللي طلبوني، الا لقيت كيفاش اسمو الا جاب الله تبارك وتعالى جاب الله الشفاء وجاب الله لا توقف غير على رجلاتها، راه انا 34 عام انا كنتكرك معاه، ودابا هاد الايامات انا عيانه ما بقيتش قديت حتى نقعده من الترويض، انا كان وليدي خرجوها ليا في السلميه كنديها في التاكسيات ما يبغوا كاع يوقفوا ليا، دابا قطعت لي الترويض جيت لهاد الجمعيه اللي كيقول
نقول جمعت المال، قال لي ما كانش 400 ريال في النهار، خرجوا لي 3 ايام خاص 400 ريال اللي ما كانش ما تدخلش ما تدخليش ما ديريش الترويض. وكنت كنديرها لي يقول لي عام ويقولوا لي ما تقطعش الترويض، دابا ما بقاش عندي الجهد وليدي. مع دابا انا كاريه ب 14 في 16000 ريال، ومعايا واحد دري ما خدامش غير كيتلوح بين الحوانت نبغي يخدم هنا نبغي يخدم هنا، والجواد كنطلب باش نخلص هذاك راه 16000 ريال، والضو والما وداك الشيء الماكله نبغي ناكل كما نبغي كما كناكل. حويجاتنا خر ريبوا علينا داوها الموليه البلديه اللي مشيت نجيب لقيت هذاك الشيء كلشي غمل، لا الخطار لا الفراش لا الحياه ديالنا راه اش غادي نقول لك. وكثر انا دابا الدريه بغيت تبارك وتعالى يجيب الله غير اللي يتكفل بها في كل شيء في الأعمال ديالها وداك الشيء ديالها، راه مكرفصين وسلعان بيه مكرفصين ومكرفصين ومكرفصين.